بعد صلاة الجمعة أقيمت جنازة المرحومة لبنى الفقيري بنت مدينة السلال قريبة من العاصمة الرباط والحاملة للجنسيتين المغربية والبلجيكية والتي كانت أستاذة الرياضة بمدرسة لافيرتي. لبنى الفقيري لقيت مسرحها في الهجمات الإرهابية التي ضربت بلجيكا بحيث صادف وجودها مع تفجير محطة المترو والتي تركت وراءها 3 أطفال لا ذنب لهما سوى أن والدتهما خرجت بحثا عن لقمة العيش. يا الله الحمد لله. Je voulais la salle de genèse, on a fait la salle de genèse à la mosquée Marquès. La salle de genèse consistait aujourd'hui à rendre hommage à la victime de l'attentat terroriste Lubna. Et comme on peut le voir, il y a 100 de monde, tout ça pour la prière de genèse. Salam alaikum, nous sommes là à la mosquée pour la mort de Lubna. Nous sommes tristes qu'elle est morte parce que c'est une femme très souriante, très gentille et très belle. Que toute sa famille ne soit pas triste parce que, parce qu'Inch'Allah, nous tous nous allons voir au paradis. موكب جنائزي مهيب حضرت فيه شخصيات إعلامية وثقافية وأصدقاء المرحومة نساء ورجالا وأطفال لمواساة الأسرة المكلومة ولا سيما زوجها وأطفالها 3 إذ لا ننسى الأم التي استقبلت الفاجعة بقلب جريح وعين ضريرة حزن وأسى وسط المشيعين لجثمان الراحلة التي انطفأت شمعتها والتي شهد لها الجميع بأعمالها الخيرية ومحاولاتها لمساعدة الجالية بدون مقابل فلا يسعنا إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه لراجعون.